هي بنا. هذه هي البداية، يعطيك هذه الخيارات ستوري مود يعني الأوفلاين تلعب، ثم يمكنك تدخل إلى أونلاين، ثم هذا أيضا هذا لم أجربه بعد، ثم سيتنج الإعدادات، ثم كيت لكي تخرج. إذا أنا سأضغط على الأونلاين كي أدخل إلى الأونلاين مباشرة، يتم الدخول. إذا كما ترون أصدقائي لقد بدأنا من الصفر، كما ترون إذا ضغطت على دبل في زيرو كاش وزيرو كاش في البنك. إذا أول شيء عندما ندخل عندما نضغط على دبليو أصبحت دار عندي الخريطة. عجيب، لماذا تظهر عندي الخريطة الآن؟ حسنا، إذا ضغطنا على دبليو في هنا يظهر اللاعبين الموجودين بالسيرفر، وأيضا اسمي الأيدي الخاصة بي هي ياسين كاغي، هو بالأسفل موجود على الشاشة. إذا كما ترون الآن بدأنا من الصفر، لا نعمل كي شيء كما ترون أصدقائي الحاليين. سنأخذ سيارة. السلام عليكم يا صديقي، سأخذ سيارتك. إنك جدتي؟ لا 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 لا, لا, لا جدتي، ظننت أنك رجل. أريد أن أعطيها سيارتها. أنا آسف أنا آسف آسف. عندما تركب السيارة أول شيء تضغط على علامة الاستفهام. نعم علامة الاستفهام، ثم هنا كويك جي بي اس. في كويك جي بي اس تضغط على السن. انتظر انتظر كي سأقوم ب ماذا تصل به هذا. إذا لإطفاء الراديو تستعمل وسط الماوس لتغيير الراديو حتى تصل إلى كلمة أوف، كما ترون نصب أوف أوف، يعني تغيير بالماوس إلى أوف. الآن قد أغلقت الراديو. حسنا، ما أقول لكم اضغط على علامة استفهام، يفتح معك هذه الانتراكشن مينيو كما يقولون هو انتراكشن مينيو، يعني نافذة الانتراكشن. لدينا هنا كويك جي بي اس، هنا إذا كنت تريد أن تذهب إلى أي مكان مثلا هنا يمكن تغير، لديك 16 مكان هنا متاح يمكنك الذهاب إليه كما ترى. اتي ام هو البنك، يعني مثلا إذا كان لديك المال في البنك لا تذهب إلى البنك بل تذهب إلى اتي ام. لا يوجد البنك في السيرفر، يوجد فقط اتي ام. هنا مثلا تضغط انتر سوف يظهر معك الطريق على الخريطة بالأسفل. إذا لنعيد، هو الآن الطريق موجود هنا، هذا يعني بأننا قرب المكان الذي تسحب منه المال. أعتقد أنه نعم هو في هذا المكان، نتفقد ذلك. هو موجود في هذا الشخص، هذه هي الATM. هنا البنك، يعني إذا كنت تريد أن تسحب المال تسحبه من هنا. آسف أنا لم أعتد بعد على هذه الأشياء. حسنا، هنا مثلا أضغط يدخل مباشرة، يقول لك ويندرو إذا كنت تريد أن تسحب المال، ديبوزيت إذا كنت تريد أن تضع المال، الترانزاكشن هو كي ترى يعني الأشياء التي قمت بتحويلها. مثلا أضغط على ويندرو، كما ترى ليس لدي أي شيء على البنك حاليا، نحن مفلسون. جيد جدا، إذا هذا بما يخص البنك. لنرى شيء آخر. إذا هنا بعد كي نوضح الأمور بشكل أكثر، هذه في جي تي أونلاين كما ترون. آسف لم أعتد على هذه الأشياء. المهم تفتح الخريطة بالضغط على إيشوب. عندما تفتح الخريطة وتقوم بتكبير الخريطة، هنا تجد مفتاح كما ترى. لديك المفتاح الخريطة على الجانب، تجد فيه كل الأشياء الموجودة مثلا بالسيرفر. كل هذه الأشياء يمكنك أن تقوم بها، لديك 58 مكان يمكنك أن تزوره،
أو أشياء أخرى يمكنك أن تنجز فيها المهمات، و يعني كل شيء الموجود بالسيرفر هو موجود في هذا المكان. 58 مكان، 58 شيء يمكنك أن تعمله، وهذه ليست مهمات بل فقط الأشياء التي يمكنك أن تقوم بها وتذهب إليها وتستمتع فيها في اللعبة كما ترى. فلنحاول نشرح بعضها. مثلا لدينا مثلا هنا الأول أودر فلايرز، هنا يمكنك أن تلعب مع اللاعبين الآخرين في هذا المكان. أدفرساري سيريز يقول لك هنا up to stakes and take on the competition in a series of adversary mode for up to. هنا تلعب فيه شيء بالسيارات، ولكن تحتاج أن تكون 8 لاعبين كي تدخل إلى هذا المكان. هنا أيضا شيء من هذا القبيل، ولكن تحتاج إلى 16 لاعب كي تدخل إلى هذا المكان. ثم هذا المكان أيضا يمكنك أن تدخل إليه انطلاقا من 4 لاعبين. ثم أجونت 14 هنا يقول لك مهمة الأسلحة، شيء من هذا القبيل، أو التعامل مع السلاح، أو بيع وشراء الأسلحة. ثم أمينيشن هو مكان كي تشتري السلاح كما ترى بالخريطة. هنا أمينيشن ودروينج، هنا مكان كي تشتري السلاح، وفي أيضا المكان الذي تتدرب فيه على السلاح أركاد. نعم يا صديقي، أركاد هنا. لست متأكد ماذا يوجد هنا، يمكنك أن تكتشف ذلك بنفسك كما ترى في مكانين. أرينا وار يعني حرب الحلبة، حرب السيارات على ما أعتقد. كل هذه الأشياء سنكتشفها. باربر شوب يعني هنا المتاجر، لدينا 7 متاجر باربر شوب. أي نوع من المتاجر لا نعلم، سوف نستكشف ذلك. لدينا بيكرز جاراج، هنا يقوم بصباغة السيارات على ما أعتقد. بينكو بلوتين هنا لتشتري اللباس، لدينا متجرين هنا من نوع بينكو. باريوني أيضا حلبة للقتال على ما أعتقد. ثم بينكر سيريز هنا، لدينا 4 لدينا هنا تدخل إليهم من انطلاقا من 4 لاعبين إلى 8 لاعبين كي تدخل إلى هذا المكان. كار واش هنا غسل السيارات، لدينا مكانين. ثم الكازينو كي تلعب الكازينو التي فيها العجلة التي عليك أن تقوم باجتيازها مجانا مرة واحدة في اليوم. ثم كايو بيريكو سيريز هو أيضا هي تو بيوتيفول كايو، ولا نعرف ماذا يوجد فيه، ربما مساحة للاستجمام. كوميونيتي سيريز تيست يور سكيلز تو بي ليميتد ان سيريز وايس اند ادفرساري. هذا مكان يقول لك مكان يقوم فيه اللاعبون بصناعة الألعاب ويلعبها الآخرون على ما أعتقد. سنكتشف ذلك. ديسكونت ستور، ديسكونت ستور هنا أيضا أنواع أخرى من المتاجر، لدينا 5 أنواع هنا. فير جراوند رايد هنا أيضا نجد ما يوجد هنا. فير جراوند ماذا يعني فير جراوند؟ لدينا مكانين. ثم فيوتشر سيريز، جوين ذا فيوتشر مودز أوف ذا داي فيوتشر سيريز، هنا يمكنك أن تدخل إلى انطلاقا من لاعبين إلى 16 لاعب. ثم هنا جير أوت أيضا، يعني كثير من الأشياء يمكنك أن تستكشفها في هذا المكان. جيرون لاست باي كان جيرون سكوربينج أند إنشور إيس كريمينال. هناك مهمة على ما أعتقد، هنا تقوم بإنجاز المهمة. هارد كور كوميك ستور هنا أيضا نوع من المتاجر الكوميك، يعني أنه شيء متعلق، يبيع الأشياء المتعلقة بالمسرح على ما أعتقد. ثم جونك إنرجي سكاي دايف هنا للقفز بالمظلات، مكان القفز بالمظلات، لدينا عدة أماكن، 10 أماكن للقفز بالمظلات. ثم لدينا أمر دافيز هنا، هيلب لامر دافيز، سوف تساعد شخص اسمه لامر دافيز
كي تقوم بقتال عصابات، واحدة من أكبر العصابات التي تدير لوس سانتوس. ثم ليستر كريست، هنا سوف تعمل مع ليستر لكي تنقذ العالم. ثم ليستر كريست أيضا وآخر من العمل مع ليستر الأكشن، من يعشق الأكشن، مهمات كثيرة. ليستر وديان ليستر كريست بروفيسور كامبن فوند فين أيضا تعمل مع ليست. ثم لوس سانتوس كوستومز، لدينا أربعة أماكن هنا تشتري في بعض الأشياء المدقب. ثم إلسكار ميت، إلسكار ميت تيك أوفر بسكريتس وجيل إلسكار ميت سبيس تو تيست مودن الميريوس، هنا لشراء السيارات على ما أعتقد. أوتوس هنا أيضا على ما أعتقد شراء السيارات. مارك وجهة بوف مارك رونر ونسي بوشاسيز، هنا تساعد شخص اسمه مارك مارتين مادرازو، هنا تقوم بالحديث مع مارتين مادرازو. يبدو أنها مهمة أخرى. مود فينسيسوس سنكتشف هذا ماذا يعني هذا، يبدو أنها نوع آخر من المهمات. أوبن ويل سيريس، هنا يمكنك تدخل له من لاعب إلى 16 لاعب يمكن أن يدخل إلى هناك. بوسون بيس، بوسون بيس هنا أيضا شيء لباس، أنا أعتقد نوع من اللباس. بريميور دوليكسي موتور سبورت، شيء متعلق ب اختبار السيارات والدراجات إلى غير ذلك. بريميوم ريس السباق، بيج ريسك بيج ريورد تيك بارت ذيس ويكلي ريس تشالنج، هنا تحدي السباق. برودكت، برودكت هنا لا ندري ماذا يوجد فيه، اكتشف ذلك بنفسك. رايس سيريز هيك دي جانس اند سيريز اوف فايسز، هنا هذا نوع من السباقات. ارسي بانديتو تايم تريال، شو تسيطر ماذا يوجد، نوع اخر من السباقات. ثم ريتشارد ماجستيك ايضا هنا تقوم باكتشاف ذلك. ريفال مايت كلوب النوادي الليلية، لدينا خمسة من النوادي الليلية. ثم ريون جاكوفسكي، ريون جاكوفسكي ومهمة أخرى، مهمة أخرى، مهمة أخرى لريون جاكوفسكي. ثم لدينا سوبر سبورت سيريز، سوبر سبورت سيريز في شواين السيريس وشواين السيلكون رايس. نعم ما يدريس هي ايه جي تي اي هي مرحبا الله ما نمركا اسكر البلوغ هذا اسكر البلوغ هذا كتير ثم لدينا سيكيرو مصر بكم مسيو أليفيو مارك ومدير تمالا وسانتوس بيبيو سبيسيا كارلو وكم كارلو سبيسيا فيديو سبيور وسيكوتيف أوفيس، يعني على ما أعتقد تصبح مدير لمكتب شيء ما تدير الشركة. لدينا ستور نوع آخر من المتاجر، لدينا 20 نوع آخر من المتاجر. ستونت سيريز، لدينا مكان آخر للسباقات تدخل فيه بين 1 إلى 16 شخص يمكنهم الدخول إلى السباق. ثم سوب سوبرمان، هذا نوع آخر من اللباس على ما أعتقد، نعم نوع آخر من اللباس. ثم سيرفايفال سيريز، هنا تحديات، تحديات السيرفايفل يعني النجاة، يدخل إليه من 1 إلى 4 لاعبين. ثم
سيريز. ثم لدينا تاتو فارلور. تاتو فارلور تكتشف بنفسك ما تقل هناك القلب في علامات القلب، أنه شيء متعلق بالحب. لدينا 6 أماكن عيادة، أماكن. ثم دي ميوزيك لوكر، شيء متعلق بالموسيقى. ثم تايم تريال، تايم تريال والمونت اسمو فيزيز وفلوسي. شيء آخر في الوقت، هنا تحدي الوقت لما تقل السباقات على الوقت. توني برانس أيضا بارتنر توني برانس وشيء. هنا تنضم إلى توني برانس لكي تشتري نادي ليلي. ترانسفورم سيريز، ترانسفورم سيريز تكلم سيا عن سكاي عن سيريز وترانسفورم سيريز. هنا مجموعة من السباقات، أنواع من السباقات. ثم إل بيبر شيء تستكشفه بنفسك، ربما يكون نوع آخر من المهمات. ثم لدينا آخر شيء فيسبوسي موفي ماكس، ويعني أظن أنه ما كان تشتري منه يعني ماسكات الأفلام، شيء من هذا القبيل ما أعتقد. هذا لقد وصلنا إلى 58 لهذا الشيء. ولا ننسى أيضا إذا فتحنا هنا لدينا في هذا المكان ضغطت على الأونلاين. ثم لدينا تكون تريد تنشيء الشخصية، تضغط على سواب كاركتر كي تذهب إلى نافذة صفحة الشخصية. ثم تنحل. ثم لدينا إعدادات، لا يوجد لائحة الأصدقاء. أفريقيا؟ إذن هنا لائحة الجوبس، يعني الوظائف. ضغط هنا متضغط جوبس. You are not simply applying a job during a job. هذه معلومات العمل الذي أنت سبق وقمت بأخذه. كما ننسى شيء آخر، إذا ضغطت هنا على W سوف ترى الأشخاص الموجودين في السيرفر، ولكن يمكنك تغيير هذا المكان. مثلا يمكن أن لا تجد صديقك هنا، فتضغط على Leave a session كي تدخل إلى session أخرى لا موجودة هنا. Find new session، تضغط على Find new session كي تذهب إلى مكان آخر فيه اللاعبين آخرين مثلا. أو إذا كنت تريد أن تلعب مع صديقك فستضغط على ضغط هنا على جون فريندز، تضغط على الانضمام إلى مع أصدقاء هذا المكان. هذا من الأعلى تستخرج الهاتف. لدينا هنا لائحة الوظائف بالضغط هنا، لدينا واحدة فقط هنا، لكن يمكننا الضغط على اي شاب ثم الذهاب الى اونلاين ثم الضغط على جوبس. يمكنك الضغط على كويك يعني انضمام سريع كي ياخذك مباشرة الى احد الوظائف. ثم بلاي جوب يعطيك، تضغط عليه يعطيك معلومات. هذه مجموعة من الأنواع الوظائف الموجودة أو المهمات الموجودة. بوب ماركت ثم لدينا هنا، إذا ضغطنا عليه يعطيك الأنواع لهذا النوع. أيضا هذا إذا ضغطت عليه هنا الأشياء التي سبق لعبتها. لدينا هنا أنواع أخرى، ستونت رايسز أو رايسز، كل هذه للسباق. ديت ماتش هو قتال الموت. ثم أشياء أخرى. ثم لدينا وظائف الاجتماعية، هي أيضا أنواع. ضغطت عليها. لدينا هنا أيضا
ما تولد الشهادة من قبل أن تحكم بها. كذا. فالمهم بما أننا مفلسين سوف نذهب إلى أقرب مهمة لدينا، هذا الإي حرف الإي. نضغط على هذا بالعيد مكان مغلق. أين هو المكان؟ ها أنه هذا المكان. سأخذ السيارة من هنا. اوكي دعني سوف افتح الجي بي اس. لدينا المكان الاول، سنذهب الى المكان الاول. امينيشن لا اتم لا باربر شوب. نستكشف هذا الباربر شوب ماذا يعني. هذا الطريق من هنا. طبعا هذا الحل بواسطة في، يمكنك تغيير الكاميرا. إذن الأونلاين عبارة عن أغلبية تقوم باجتياز مهمات وتجمع الأموال وتشتري الشركات وغير ذلك، أو يعني تقوم بإدارة أعمال خاص بك. أما إذا كنت تريد الحياة الواقعية والوظائف فعليك أن تلعب الإخبي أو في سيرفرات الحياة الواقعية. هذا سيرفر الأونلاين ونحن نقترب الآن. سوف أجرب الاتصال به. ليستر أحتاجه في شيء ما. Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. إنه لا يجيبني منذ وقت. حسنا، فنحن قد وصلنا إلى برجر شوب. هنا هو.